باستخدام كل الأدوات اللي تعلمناها حتى الآن، ممكن نبرمج لعبة بسيطة. فخلينا نشوف game.sh. فحنقول في البداية حنعمل clear screen، وحنكتب welcome to the game. الجيم ببساطة نبغى نعمل نعمل برنامج يعمل الـ even odd numbers random، ولكن بنعملها بطريقة ذكية. فأولا خلينا نشوف كيف نعمل الـ random numbers. فعندنا function، لو قلنا echo s dollar random capital، فهي بتعطينا الـ random number كل مرة نشغلها هذه الـ functions. فبإمكاني أستفيد من هذه الـ function أو الـ variable هذا بإني أعمل random number generated by the code. فمثلا لو أبغى أعمل random number ما بين رقمين، ممكن أقول echo s dollar وأقول random وأقسم أو باقي الـ upper limit واللور ليميت. عفوا، زائدا اللور ليميت. نعم، زائدا اللور ليميت. فهذا حيعطيني random number ranged between الأبر واللور، فمن 1 إلى 10، لكن أنا حخليها من 1 إلى 100. حيعطيني رقم عشوائي من 1 إلى 100، وأبغى الرقم العشوائي هذا يصير نعمل عليه، نبني عليه اللعبة اللي هي even odd number. فأول شيء نبغى نعمل selection لplay أو quit. فنرجع نقول vim game، ونيجي هنا نقول selection selection، وبعدين يساوي play أو quit. بعد كده نعمل select input in selection do done. طيب، فحيعمل selection play أو quit. فنقول إذا اخترنا الـ input، قيمة الـ input تساوي quit، فحيكون هذا الـ الكويت، وحنعمل بريك. بينما إذا اخترنا الانبوت يكون play، حيكون هنبدأ اللعبة. بعدين حنقول هنا فاي، if then elif then phi. اوكي طيب، فالان في البلاي الجيم لابد اني اعمل جنريتنج للكويستشن. فحقول السؤال كيف حيكون؟ حيكون الفانكشن اللي عملناها حنخزنها في متغير، حنقول نمبر. نمبر حتساوي الراندوم الأبر ليميت بلس اللور ليميت. أوكي، بعدين نطبع السؤال
ونقول له الرقم كذا is، وبعدين نعطيه الاختيارات. الاختيارات هتكون، او بلاش answers نخليها choices اوكي تساوي الايفن والاود. بعد كده هنعمل الانسر حق اليوزر، نقول برضو selection select الانسر in choices choices do done. طيب يبغى لي اقفل هذا الكابشن. طيب فالآن عندي السؤال وعندي choices، فهأختار أقول إذا كان الـ answer لليوزر هيساوي الإجابة. طيب الإجابة هي إما even أو odd، بس أنا كيف أعرف الإجابة إذا كان البرنامج بيعطيني random number؟ فأحتاج إنه البرنامج أولا يحدد الإجابة الصحيحة. فخلينا نرجع شوية نحدد الإجابة الصحيحة ونقول البرنامج هيعمل check عشان يجيب الإجابة الصحيحة، وحيعمل باقي الـ كيف تعرف الـ even من الـ odd؟ فهو عن طريق باقي قسمة الرقم على 2. فباقي قسمة الرقم على 2 إذا كان 0، هذه هي check. هنقول إذا كانت check تساوي 0 إذن الإجابة الصحيحة نقدر نقول عليها الـ correct answer تساوي even else الـ correct answer تساوي odd. في هذه الحالة أنا عرفت البرنامج إيش هي الإجابة الصحيحة. الآن فقط أنا أقارن إجابة اليوزر بإجابة الصحيحة اللي هي الـ correct answer. إذا اليوزر جاوب إجابة صحيحة then أقول له congratulations you won، ونعمل خروج. else هنقول له إجابتك خاطئة، نقول له wrong answer you lost، وممكن نقول له الإجابة الصحيحة هي the correct answer is، ونحط المتغير correct answer. طيب وبعدين برضو بريك كده نقفل الفاي. طيب كده شيكنا على الإجابة اليوزر، وبعدين
نخرج. طيب هنا حيخرج وحيرجع، طبعا بما اننا عملنا بريك حيخرج من السيلكت الاولى اللي هي هذه نهايتها دن، فحيرجع للسيلكت السيلكت الثانيه، حيرجع للسيلكت الاولى اللي هي بلاي او كويت، فحيرجع ويعطيني السيلكشن فقط ما حيعطيني السؤال. لذلك احتاج اني اكتب هنا السؤال مره ثانيه لليوزر، اقول له ايكو بلاي، او خلينا اعملها برينت اف احسن، برينت اف عشان الفورماتنج، فاقول له بلاي اجين واروح على سطر جديد واقول له 1 يس ليتس بلاي نيو لاين و 2 No, just quit. New line. فكذا أعطيت سؤال ثاني مرة لليوزر بحيث إنه يرجع ثاني مرة يا إما يلعب أو يخرج. فنجرب الآن sudo chmod. فالآن بيقول لي welcome to the يبغى له تعديل المسج هنا، نقول له find h okay change word the، نرجع تاني مرة welcome to the game selection، أو برضو selection فيها خطأ، نرجع selection أو هنا، فأنا بقول له selection هذه غلط، نروح على لا ليش كذا عملت insert، أيوة اللي هي ال value، نبغى ال value، فنرجع فالآن welcome to the game play، يفضل إني أضع اسم الجيم، فهنا نقول welcome to the even odd game، play نضغط على play، في error في line 12، نروح على line 12 فنقول 12 الراندوم نمبر random هنا او ريبليس او ليتس بلاي، فبيقول الان الرقم 4 even ولا odd، نجاوب جواب صحيح ونقول even congratulations you won play again، ممكن تقول له yes let's play، 75 even ولا odd، نجاوب اجابه خاطئه نقول even، قال لك wrong answer you lost the correct answer is odd play again، تقول له yes، 76 even لو قلت له no حيخرج. إذن البرنامج شغال بشكل صحيح. فممكن الآن تلعب لا نهائيا، والمراحل أو questions random generated باستخدام function. فهذا مثال بسيط على كيف اننا ننشئ game باستخدام الباش. فهذا هو الكود تقريبا 36 سطر.